دائما استنى لما الطياره تعدي لانه احس صوتها مره مزعج. المهم يا اهلا وسهلا، كيف حالكم؟ ان شاء الله كلكم تكونوا كويسين. اليوم مره متحمسه لانه كلمتني سوسن. سوسن عندها حساب تشيز كيك مره معروفه جدا ما شاء الله. مره تحمست لما كلمتني وقالت لي تباني اصور لها تشيز كيك، فارسلت لي هنا تشيز كيك التوت. شايفين كيف يجنن النتفه؟ مره حلو، حبيت الحجم ده مره، حسيته يعني ينفع 4-5 اشخاص كده. شكله مره مشهي، مره متحمسه ادوقه. هنا طبعا جهزت ركن التصوير في غرفتي. شايفين جبت اللون، نفس الورود حقت الصالون، جبت هنا خدادية الصالون، جبت هنا الطاوله من الصالون، جبت الزرعه من الصالون. يعني ماما توقع لو دخلت الغرفه حتهزق شويتين، بس كله راح يرجع محله في الاخير. حاليا من وسط تصوير الريلز للانستغرام، ان شاء الله الغرفه كلها ريحتها تشيز كيك. بس جالسه استنى القهوه، اختي دحين راجعه وحتجيب لي قهوه، وبس بصبها في الكوب عشان ابدا اصور وزي كذا. وبس والله جابت الكوفي اخيرا، الحين حنبدا نصور. شوف الكفر حقه باربي، باربي رقم 2، انا كنت باربي رقم 1. دوبني خلصت تصوير الكيكه الاولى، هذه بالبستاشيو فوقها زي الحلاوه الشعر، مره ما شاء الله طعمه يعني تعرفوا التشيز كيك مره تحسوه كريمي وخفيف، ونكهه البستاشيو خفيفه ما هي مره واضحه. مره حبيته بصراحه، مره طعم، وحرفك لكم حسابها في صندوق الوصف تحت الفيديو. قلت ايش كانت لطيفه لما كلمتني، مره انبسطت حقيقي، يعني مره انبسطت من الناس اللي مره ذوق. ودحين راح اطلع فوق حصور التشيز كيك رقم 2 اللي هو اللي بالتوت. طبعا ما شربت قهوتي لسه، ابغى اصورها مع التشيز كيك رقم 2. صحيت من النوم ما شربت قهوه ابدا لسه، راح ان شاء الله اخلص تصوير بعدها راح احمل القهوه واشربها، بعدها راح اقطع التشيز كيك الباقي. شوفوا هنا عملت الكيك الثانيه اللي بالتوت وزي كذا. تجاهلوا اني انا قاعده اصور جنب الباب عشان نور الشمس بس. فشايفين هنا في ماما عندها الترولي هذه مره كيوت خشبيه، قلت لها ماما اذا فكرتي يوم ترميها لا ترميها، اديني هي. يا مساء الخير، كيف حالكم؟ ان شاء الله كلكم تكونوا كويسين. شايفين رجعت الحمد لله بيتي بالسلامه. امس صحينا على الظهر الساعه 12 تقريبا وصحيت البنات. طبعا قمت من السرير ما اعرف كيف، يعني بالغصيبه جريت نفسي، النوم لسه معكوس كالعاده. لا مره مشتهيه بانكيك هنا، فقلت خليني اعملها. وطبعا شايفين القربعه في البيت والمطبخ كيف محيوس، تجاهلوا بليز الموضوع. هو المفروض وقت غدا بس حنسميه فطور. حطيت ملعقتين كبيرة زبدة، طبعا معتمدة هذه الطريقة للبانكيك من سنين، طريقة خلود عولقي. اطعم بانكيك ممكن تذوقوه، بس تعرفوا للأسف انه لسه عشان دوبني جيت وما في مقاضي فما في لبن، فراح احط بدل اللبن حليب، مع انه باللبن احس هو سر الهشاشة في البانكيك، بس مو مشكلة. ومرة واحدة حرفع ان شاء الله بكرة لارا تاخذه معاها المدرسة، لانه خلاص ان شاء الله بكرة راح تداوم. فيلا نسوي بانكيك انا ولارا. ريحته مو حلوة؟ ايه. الدولاب ريحته مو حلوة؟ ايه. دقيقة الحر مو طبيعي، يعني شوفوا الين دحين احس الجدران حارة، دائما تحسوا ريحة رطوبة ولا هي ريحة ما اعرف ايش. الزبدة اللي هنا راح احطها بس ربع دقيقة لانه راح تنفجر في الميكروويف وكله يتعدم. هنا جهزت كل الاغراض اللي راح نحتاجها، ويلا دحين لارا راح تحط كل الاغراض في الصحن. شوفي من جيتك.
دائما لما اسوي لكم قلايه البانكيك تسالوني من فين، موجوده في كل محل. هذه اشتريتها من ساكو تقريبا قبل 3 سنين سنتين ماني فاكره، بس بصراحه مره حلوه. اكتبوا في جوجل قلايه بانكيك وتطلع لكم من اماكن مره مختلفه، موجوده في اماكن مره كتير، موجوده في نون، في امازون، موجوده في تافولا، في نايس. طبعا ما يحتاج زبده ولا اي حاجه لانها ما تلصق عليها البانكيك. طبعا بعدين راح اصور لكم ان شاء الله كامل تفاصيل غرفة السفرة، لسه ما خلصناها بس شايفين السفرة الجديدة حقتنا، طاولة بس لسه طاولة، بقي الكراسي، الفرشة، الستارة، البوفيه، ديكورات الجدار، يعني ما اعرف متى بصراحة بعد سنتين تكتمل، لا ان شاء الله قريب. المهم جات الطاولة لما كنت في جدة، مرة ما شاء الله تجنن تجنن. الطاولة القديمة كانت 6 كراسي فهذه 8 كراسي. يمي اوريكم ايش معايا من جدة. لازم اكواب جديدة، محل ما اروح اكواب جديدة. هذا الكوب الاول وهذا اللي صورت لكم هو في الفلوج اللي فات، فشايفين كيف مرة كيوت طالع مرة دحين. دي الاكواب كده شكلها. هذا من بلينز، محل بلينز في جدة، شفته مرة عجبني وصاحبتي قالت لي حشتري لك هو هدية عشان كل ما تشربي قهوتك تفتكريني. شكرا روان، مرة كيوت الكوب. أوريكم الجهة دي من المطبخ، شايفين الفيش؟ هذا جديد، أول كنا حاطين بس فيش واحد كده، ولما ركبوا تخيلوا البلاط، افتكر صورت لكم هو، تخيلوا كده ركبوا البلاط بشكل مرة مو حلو، سد الفيش، صار شكله مرة مو مرتب. عندنا نفس التوصيلة هنا عند الكوفي كورنر على ماكينات القهوة، برضو نفس التوصيلة هنا على الميكرويف والإير فراير والغلاية. عندهم نوعين، في نوع تركبوه بلت إن وفي نوع لا تركبوه فوق الفيش، يعني هذا من النوع اللي يركب فوق الفيش، لأننا خلاص أوريدي حاطين البلاط وكل حاجة، مرة ما شاء الله أنصحكم فيه. خلاص ضغطة زر تقفل التوصيلة. مرة كتير سألوني عنه، هذا من مخازن الإضاءة، محل اسمه مخازن الإضاءة، موجود له فروع في الرياض وجدة والشرقية، عندهم فروع ما شاء الله مرة كتير وتقدروا تطلبوه أونلاين كمان من موقعهم، وسعره حلو برضو. يعني هذه الأفياش تشتروها منفصلة على عدد الأفياش اللي أنتوا تبغوها، يمديكم تحطوا مثلا 4 أفياش 5 أفياش، تقدروا بكل سهولة تخرجوا الفيش. هنا في زر كده شايفين خرج. هذه برضو من الأشياء اللي كنا مشترينها قبل ما سافر، والحمد لله وأنا مسافرة زوجي ركبها. شايفين كيف اللمبة مرة ما شاء الله حلوة. طبعا أنا بيتي ما في له جبس، فبما إنه ما في له جبس ما في له سبوت لايتس، أنا مرة أحب السبوت لايتس، تخلي البيت مرة حلو، نور السبوت لايت مرة يفرق. لقينا هذه برضو في مخازن الإضاءة، برضو ما شاء الله مرة جنن وإضاءتها مرة قوية. فشايفين هذه الأشياء كلها يمديكم تفكوها، إذا تبغوا تقللوا الإضاءة تقدروا بكل سهولة تفكوها، زي ما فكيت دوب من الفيش حق التوصيلة، مرة سهل. نحن مثلا هنا حاطين 7 أنوار، تقدروا تستعملوا 6 أنوار 5 أنوار حسب احتياجكم حسب كبر الغرفة. برضو نفس السير هذا يمديكم، هذا 2 متر يمديكم تخلوه 3 متر 4 متر، مرة عجبني وخيار حلو للي زي ما عندهم سبوت لايت ما عندهم جيبس ما يقدر يركبوا سبوت لايت. دي الإضاءة موجودة في كل البيت زي ما انتم شايفين كده، زي المربعات إضاءتها مرة ما حلوة، تعرفوا زي إنارة المستشفيات، تفكرني بسكن أرامكو في رابغ، نفس البيت اللي
كبرنا فيه يعني. تنويرها مرة مو حلو، تعرفوا اللي تخلي لكم البيت في التصوير كأنه لونه أخضر، ما أعرف كيف أوصف، بس حقيقي مرة مو حلو. هنا في المعيشة عندي برضو قبل سنتين تقريبا اللمبة اتحرقت واضطرينا أننا نغيرها، فشايفين هذا، هذا سبوت لايتس بس نوع تاني، يجيكم بس 3 حبات، في كمان نوع بس يجي حبة واحدة، وفي نوع يجي حبتين، وفي نفس المسار اللي أنا ركبته يعني يغطي لكم مساحة أطول. بس بما إني مركبة النجفة الكبيرة فما حسيت نفسي أحتاج مرة إضاءة كثيرة بما إنه في النجفة دي. لارا هذه قهوتي. طبعا لارا ما شاء الله جابت ملعقتها وتبى تهجم على الكريمه حقتي. هذه حياة الامهات، حتى في القهوه ما نتهنى. المهم فحشرب قهوتي دحينة واشوفكم على خير. طبعا كالعاده نرجع بكومه غسيل مو طبيعيه. عاده انا احب قبل ما ارجع اغسل في بيت اهلي ويصير ارجع هنا بس مثلا اكوي اطبق وارجع في محله، بس دي المره بصراحه عشان رجعت جدا مره فتره قصيره اصلا فما كان لي خلق، وما شاء الله بخرج تقريبا يوميا يعني في الاسبوعين دي 3 ايام بس اللي قعدت في البيت. تاليا صباح الخير، كيف حالكم؟ اول حاجه طبعا حسويها القهوه على السريع. مره تاخرنا على اول يوم دوام للارا. اللي هنا اشياء اللانش بوكس، فهذا اللانش بوكس اللي جبناه من دبي اخر مره. هذا في البانكيك اللي سويته امس، راح احط له البانكيك 3 حبات، راح احط لها ده العسل معاه عشان تاكله، بس ما راح نحطه دحينه عشان لا يتكبكب في كل محل. دوبني رجعت البيت خلاص الحمد لله، وديت لاري الروضة وبس تعرفت على أصحابها. مرة كيوتين، تخيلوا أول ما دخلت الفصل كلهم أنا اسمي فيصل، أنا اسمي ديما، أنا اسمي، ويوروني الشنط حقتهم. صراحة المدرسة نعمة. فدحين صبيت لي قهوة أخيرا وراح أطلع فوق أحط تالية تاخد قيلولة وأروق شوية، ما عندي حاجة أسويها وما أتوقع أني راح أرجع أنام. أبى أحاول أعدل نومي لأنه خلاص أبى أرجع لروتيني القديم. كده خلاص اختم لكم الفلوج، ان شاء الله يكون فلوج اليوم عجبكم. اذا عجبكم لا تنسوا تعملوا لايك، تشتركوا في القناه اذا ما انتم مشتركين، اكتبوا لي ارائكم في التعليقات بليز، واشوفكم على خير ان شاء الله. اذا عندكم اي اسئله اسالوني راح اجاوبكم عليها في الفلوج الجاي ان شاء الله. وترى انا اقرا كل التعليقات حقيقي، كل التعليقات اقراها ومره انبسط منها، لا تحسبوني اطنش، بس اذا كان في يعني حاجه ضروريه حسيت انه مثلا في سؤال مهم على طول اجاوب عليه عشان افيد اللي بتسال. وفي بعض الاسئله برضو انساها بصراحه، فان شاء الله يوم كده ابقى اقعد على كل المسجات وارد عليها، لانه ما شاء الله مليان 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 مسجات على الفيديوهات القديمه والجديده، حقيقي مره يعني ماني ملحقه اني ارد عليها كلها، بس ان شاء الله. وبس اشوفكم على خير.